هذا القلب هو 3 طبقات: الطبقة العليا والطبقة الوسطى والطبقة السفلى. للطبقات: القلب هو الطبقة الوسطى، والروح هي الطبقة العليا، والنفس هي الطبقة السفلى. فإذا أخذنا القلب وأخذنا 3 قطع فبتكون القطعة الفوقانية الروح، وهي في الشريان التاج، الوسط القلب، أسفل القلب النفس. فالنفس هي ما أودت بك إلى أودية الهوى والشهوات وسخط الله، أي النفس. والروح ما ارتقت بك إلى عروج روحك إلى الله وصلتك بالله. والقلب متوسط، فإن كانت روحك ذات قوة ارتبطت بقوة الله، روح قوية وارتبطت بقوة الله صارت قوتين، هاتين القوتين بيجذبوا القلب لهن، القلب ارتفع فصار بالروح، صار قلب نوراني روحاني. عندها النفس تمرض وتضعف ولم يبق لها تأثر على الإنسان، مع ضعفها صارت الروح، معها قوة الله، وانجذب القلب، 3 بيجذب النفس إليهم، صار الإنسان كاملا لا نفس فيه ولا شهوة ولا ملذة إلا بدين الله ولله. هذا الأول. وإذا أهمل روحه وأهمل قلبه ما ذكر ولا أحب الذكر بالروح والحب في القلب، فإذا ذكرت قوية الروح وإذا حبيت قوي القلب فصارت الروح والقلب جزء واحد، ضعفت النفس. أما إذا تركت الذكر ما صار لك ذكر لله عز وجل، النفس دائما قوية، شهواتها، ملذاتها، محبتها للنقائص، محبتها للرذائل، بدها دائما تنزل بالإنسان إلى الأسفل. إن النفس لأمارة بالسوء. فإذا أعطيت نفسك هواها ما اشتغلت بذكر الله، أعطيت نفسك الهوى، حب الدنيا، حب الهوى، قوية النفس قوية ومعها شيطانها، صاروا 2 بيجذبوا القلب لهم. فإذا انجذب القلب إلى النفس مات عن الله، ومات عن محبة الله، ومات عن خشية الله. ولما انجذب القلب لهم ضعفت الروح، فإذا ضعفت تنسحب إلى النفس، فانقلب إنسانا شهوانيا في شهوته، 7 في أخلاقه، شيطانا في معاملته، مات قلبه عن الله. لذلك وين يا ابني القلب؟ قلبك إذا ما عرفته معناته أنت تسمعلك عرفان، ما عرفت شيء في الحياة يا ابني. فالروح يا ابني، الروح باطنة فيك ونفسك مختبئة فيك، فإذا قويت الروح ضعفت النفس، وإذا قويت النفس ضعفت الروح، والقلب يتقلب بين الروح وبين النفس، فمرة بميل لهون ومرة بميل لهون. إن ذكر الله ارتقى، وإن ترك الذكر انخفض. فقلبك أنت روحاني ولا شيطاني؟ قلبك حي بالله ولا متعلق بالهوى؟
هذا يا ابني بدك تعرف حقيقتك.